بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، سعيد أن ألتقيكم مرة ثانية الحديث عن موضوع يعني الله يعيني وعينكم عليه، موضوع التنافسية، لأنه صراحة هذا الموضوع موضوع معقد من الناحية النظرية، لكن من الناحية التطبيقية أصبح واقع والحكومات لازم تتعامل معه. ورح نحكي الآن اليوم إن شاء الله كيف دور الحكومات في تعزيز التنافسية العالمية. لكن سؤالي الأول، كيف الهمة والنشاط؟ عالية؟ ها. كيف؟ اليوم الخميس الونيس، فيعني دائما في نظرة للأمام للمستقبل إن شاء الله. فبدنا يعني إن شاء الله تتحملونا في هالربع ساعة لنحكي عن هذا الموضوع الهام. ويمكن بدي أبدأ من حيث ما كانت تحكي الأخت انتصار يوم أمس من المجلس الأعلى للتخطيط حول رؤية عمان، وكلنا بنتذكر الشارت اللي عرضته الأخت انتصار واللي حكت فيه عن رؤية عمان، وكان في عنا مجموعة من دائرة، صح؟ تذكروا؟ وهذه الدائرة والله بدنا نكون من أفضل 20 دولة في الابتكار، صح؟ بدنا نكون أفضل 10 دول إلى آخره. كل الأرقام اللي كانت على الدائرة تقريبا هي أرقام مصدرها وين؟ تقارير التنافسية العالمية. إذن تقييم الأداء الحكومي الآن في عصرنا انتقل من الحيز المحلي لوين؟ للعالم. يعني أنا ما بقدر أبرر للمواطنين عندي أني نجحت في خططي واستراتيجياتي إذا ما كان في هناك نوع، سامحوني في هذا المصطلح، نوع من التقييم أو الاعتراف أو التقدير من جهات أخرى لجهود هذه الدولة في هذا المجال. فانتقلنا من المنافسة في الدوري المحلي لوين؟ دوري العالم. يعني بدك تكون مؤهل انك تلعب بدوري ابطال، اوكي، عشان نحكي عن سياساتنا واجراءاتنا وخططنا التنمويه انها خطط فاعله وحققت اثر. وهذه التقارير الان اصبحت يعني الجهات الاخرى بتسمعها. يعني المستثمر الان اذا بده يشوف تقرير دولي وبده يشتغل في اللوجستيك مثلا، والدولة هذه عندها مشكلة في جودة الطرق، هل راح يستثمر في هذه الدولة؟ إذا التقارير الدولية بتقول إنه عنده مشكلة في جودة الطرق، أو مؤشر الكفاءة الحكومية والبيروقراطية عالي عنده مثلاً، أو في عندنا مؤشر مثلاً لمنظمة الشفافية العالمية، مؤشر مدركات الفساد مثلاً على سبيل المثال، اللي بيحاول إنه يقيم مستوى الفساد في الدول، هذه كلياتها أصبحت تؤثر. يعني سياساتنا أصبحت مرتبطة بتقييم خارجي. فبالتالي احنا هذا اللي بدنا نحاول ان نركز عليه في هذه الورشه او في هذه المداخله. خلينا نحكي عن مفهوم التنافسيه. زي ما اتفقنا انه هو مفهوم مركب وفي خلاف او في خلاف نظري عليه كثير. راح نحكي عن اهم المؤشرات او اهم التقارير اللي هو مؤشر التنافسيه العالمي اللي بيصدر من منتدى الاقتصاد العالمي، وبدنا نشوف نماذج من دول نجحت في التنافسية، ونشوف كيف الحكومة ممكن تحسن أدائها في هذه التقارير. هذا اللي إحنا بنسعى إليه. طيب، حقيقة مفهوم التنافسية أو تنافسية الأمم هذا يعني صار فيه خلاف كثير عليه. مفهوم إنه شركة بتتنافس مع شركة، بس قبل هيك خلينا نحكي شوية لغة، شوية عربي. شو يعني تنافس؟ أو أنا عندي إيش تنافسية؟ أنا عندي معناته إيش؟ رغبة وقدرة على تحقيق هدفي. ولما أحكي رغبة وقدرة بدي أحط الكلمتين مع بعض، الرغبة والقدرة. يعني فريق درجة ثالثة عنده رغبة يصير بالدرجة الأولى، صح؟ بس يمكن ما عنده إيش؟ قدرة، صح؟ ما عنده الإمكانيات. هل بقدر أنه أقول هو منافس للفريق اللي هو بأعلى الترتيب في الدوري؟ لا. فإذا التنافسية أن يكون لديك الرغبة، أنا بدي أكون من أحسن 20 دولة، ولكن لازم يكون عندي قدرة أو أوفر الموارد عشان أكون من أحسن 20 دولة عشان أقدر أني أنافس. فمفهوم التنافسية أنه لازم يكون في عندي رغبة وقدرة عشان أحقق مصالحي، هاي من دون تعقيدات. لأنه لو تدوروا في كل المراجع راح تلاقوا 20 و30 و40 تعريف للتنافسية. لكن وعشان هيك احنا بنحكي يمكن في النقطة الثانية انه مفهوم التنافسية هو مفهوم ديناميكي، يعني ممكن تسقطه على مستوى القطاعات. فبتحكي تنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عمان، شو يعني؟
يعني قديش في عند المنتج المحلي الصناعي العماني قادر على أنه يروج المنتج تبعه وقادر أنه هذا المنتج تبعه ينافس في السوق. وممكن أجي أحكي تنافسية الولايات الموجودة عندي أو المحافظات، وبالتالي هون مفهوم التنافسية إيش صار؟ شو في عندي ميزة تنافسية في كل ولاية أو في كل محافظة اللي بتميزها عن المحافظات الأخرى واللي أنا كحكومة لازم أركز عليها عشان أحدث تنمية في هذه الولاية أو في هذه المحافظة. ممكن أجي أحكي التنافسية على مستوى أصغر، فالمفهوم التنافسي مفهوم ديناميكي ممكن ننظر له بناء على أكثر من منظور. لكن هذا الحكي شو أساسه؟ يعني خلينا نرجع شوي لوراء عشان نفهم ليش هذا المفهوم صار موجود في السابق. من بعد يعني من بعد الحرب العالمية الثانية كل دولة بتشتغل على إنتاج سلاحها أو خدماتها أو بتستورد، تمام؟ وبالتالي أنا كشخص موجود في مسقط في فترات السابقة، أنا هالمنتج اللي موجود هنا أنا مضطر أني أستخدمه لأنه هذا الموجود، صح؟ بالسعر اللي يحدده المنتج أو الشخص المصنع لهذه الأمور. لكن بمرور الوقت والانفجار المعرفي هذا اللي موجود والعولمة الاقتصادية والعولمة السياسية، يعني الآن صار كل الدول بدها تكون عضو في منظمة التجارة العالمية، صار كل الدول بدها تعمل تبادل تجاري مع دول أخرى، وبالتالي إذا بدك تبادل تجاري بدك تأخذ من عندي بضاعة كمان وبدك تعطيني بضاعة، وبالتالي المنتج المحلي اللي كان يوفر لي فرص عمل أوكي صار في عنده منافس من خارج البيت، وبالتالي اللي كنت أحصله بخمس ريال ممكن أحصله من الصين بقديش؟ بريال واحد. طيب اللي كان فاتح عندي مصنع بيشتغل بهذا الشغل يمكن شو يصير فيه؟ يغلق، صح؟ وبالتالي شو بده يصير فرص العمل؟ وبالتالي أصبح مفهوم العولمة والانفجار المعرفي الموجود عندي أصبح يأثر على خطط التنمية. أنا خطط التنمية تبعتي تهدف إلى التشغيل، تهدف، وبطلت الدول في مكان إنها تكون إيش؟ منغلقة على نفسها. في دولة منغلقة على نفسها؟ يمكن في عنا حالة واحدة، كانوا حالتين صاروا حالة واحدة والآن هي ماشية بالطريق زي كوريا الشمالية، صح؟ أوكي؟ فبالتالي وكانت كوبا قبل هيك، وبالتالي الآن كل الدول منفتحة على بعضها البعض، وهذه التنافسية أصبحت شمالها شديدة كثير. يعني خلينا نحكي بشيء له علاقة، أنا الكلام هذا يمكن على سلايدات نشرحه بطريقة ثانية، اللي قاعد بيصير من يوم وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الحكم هو عبارة عن إيش ما يصطلح عليه الآن؟ حرب تجارية. أصبح مؤمن بسياسة حمائية لا الشركات الأمريكية، لأنه التهديد إلها من وين جاي؟ من الصين. لأنه الرئيس الأمريكي بيجددوا له مش عشان أي سبب آخر، بيجددوا له بناء على تقرير قديش نسبة البطالة في حكمه بس، انسوا بقية العوامل الثانية. هل في عندي مواطنين أمريكيين كثير قاعدين من دون شغل ولا لا؟ بناء عليه بتجدد للرئيس ولا لا؟ وبالتالي هو مصلحته كانت أولويته أنه يتبع سياسات حمائية معينة لا تقليل هذه التنافسية. فهذا اللي نطرح هاي الأمثلة عشان نبين قديش هذا المفهوم بكل أشكاله صار مهم، ويمكن هذا بالفقرة الثالثة بنحكي فيها بثمانيات القرن صار في عجز كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة، خصوصاً مع إيش؟ مع ازدهار التصنيع الياباني في ذلك الوقت. فلما نيجي نحكي بهاي الحالة الإدارة الأمريكية الحالية ما بدأت تتكرر هذه المشكلة على سبيل المثال. في ناس بيشوفوا أن التنافسية مفهومها بوصل لأيام آدم سميث لما كان يحكي عن أنه غاية أي دولة وغاية أي حكومة هي تحقيق الرخاء للمواطنين، وبالتالي هذا الرخاء وهذا الازدهار بيجي من خلال فرص عمل، وبيجي من خلال الفرص العمل اللي تفضل الدكتور مبارح أمس وبقية المتحدثين أنه أفضل فرص العمل هي الفرص العمل اللي بوفرها مين؟ القطاع الخاص. الحكومة يعني لحد معين تستقبل وظائف، صح؟ بعد هيك ما رح تقدر تستقبل وظائف، فالأفضل أن تكون ممكن للقطاع الخاص عشان يقدر يولد وظائف اللي يخفف فيها مستوى البطالة. وبالتالي هذا هو الدور اللي لما طلع كتاب إعادة اختراع الحكومة في آخر الثمانينات كان بيركز على الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، وبيركز على أن الحكومة يجب أن تفكر كالشركات، يعني الوزير أو المدير العام لازم يكون زي كأنه إيش؟
سي او بشركة، لازم يكون ريادي، لازم يفكر كيف أنا ممكن أعيد قرارات الحكومية وكأني مدير شركة. وبالتالي هذا المفهوم إعادة اختراع الحكومة واحدة من أهم أشكالها، اللي هو الحكومة يجب أن تفكر على مستوى عالمي من خلال التنافسية، وهذا هو اللي موجود. التعريفات النظرية كثيرة في هذا المجال مفهوم التنافسية. فالمعهد الدولي للتنمية الإدارية الـ IMD في سويسرا بعرف التنافسية هي كيفية قيام الدولة أو الشركة بإدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار أو الربح. فهنا حط الدولة مع الشركة، فالدولة تسعى إلى إيش؟ إلى الازدهار، صح؟ والشركة تسعى إلى إيش؟ إلى الربح. ربح الدولة، ربح الحكومة هو عبارة عن إيش؟ تحقيق مصالحها. عشان هيك أنا بتذكر في مرحلة معينة من الدراسة العليا درسني دكتور فرنسي قال لي لا شرعية تعلو على شرعية الإنجاز. يعني الشخص الشاطر اللي بجيب نتائج هذا بثبت مكانه في مكان، صح ولا لا؟ الإنجازات بتحكي. وبالتالي تحقيق الإنجاز، تحقيق الازدهار هو يعلو على أي شيء آخر. وبالتالي اللي بنحكي فيه إحنا دائما وأبدا غاية الحكم وغاية الحكومة هي أن تحقق مصالح مواطنينها وبالتالي تقدم خدماتها العامة. الإشكالية في نقل التنافسية، في مفهوم التنافسية، أن الحكومة أصلاً هي لا تسعى إلى إيش؟ إلى الربح، وبالتالي دائماً مربوط التنافسية بإيش؟ بالربح. هذا المفهوم اللي بدنا نحكي فيه اليوم إحنا كقادة حكوميين، أنه مفهوم التنافسية بالنسبة لنا كحكومات كقادة حكوميين هو الازدهار. والازدهار تعني بطالة أقل، نمو اقتصادي أفضل، حياة كريمة، مستقبل، مستوى معيشي عالي، إلى آخره. هذه كلياتها مجموعة من الأشياء اللي بتعرف كلمة واحدة اللي هي الازدهار أو الرخاء للمواطنين. وهذا هو سبب وجود الحكومة. الحكومة إذا لم تقدم، الحكومة شو بتقدم؟ بتقدم منتجات وخدمات عامة. هاي المنتجات والخدمات العامة هي اللي ما بيستطيع القطاع الخاص يقدمها. زي إيش يا أخوان؟ شو في عندنا خدمات عامة؟ الأمن، صح؟ بقدر أخلي القطاع الخاص يشرف على الأمن؟ لا. الصحة، التعليم، هذه منتجات إيش؟ عامة. قد يدخل في بعضها شراكة مع القطاع العام والخاص، لكن في أساسيات هذه تعتبر public service أو public goods. هذه الخدمات يجب على الحكومة إنها ترتقي فيها في مستوى تنافسي اللي تساعد القطاع الخاص إنه يكون منافس خارجي. يعني إذا ما كان عندي أمن بيجي مستثمر يستثمر عندي؟ إذا ما كان في عندي وزارة الأشغال بتبني طرق حديثة بتساعد على النقل اللوجستي، هل بقدر أنا أحقق تنافسية عالية؟ وبالتالي هنا دور الحكومة في التنافسية بشكل أساسي إنها تساعد شركاتها على الربح وتساعد مواطنينها على أو توفر لمواطنينها فرص أو إمكانية الازدهار أو مستوى المعيشة الأفضل. المنتدى الاقتصادي العالمي الوف بعرف التنافسين هو مجموعة من العوامل اللي بتحدد مستوى إنتاجية الدول اللي هي بتحدد بعد ذلك الازدهار اللي ممكن توصل له الاقتصاديات المختلفة، وكذلك الحال مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعهد العربي للتخطيط، كلهم عرفوا بسياق مشابه للتنافسية. طبعا في تقارير كثيرة دولية بتقيس تنافسية الدول أو تنافسية الأمم، خلينا نحكي فيها أو Nation Competitiveness. في عنا تقرير الابتكار العالمي اللي مبارح مرينا عليه بشكل بعجالة ورح نرجع نحكي عنه. هذا بيقيس مدخلات ومخرجات الابتكار. وفي عنا الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد التنمية الإدارية، هذا بيغطي سكوب أقل، بيغطي دول أقل، وكل تقرير له منهجية في القياس. يعني ما في موديل ثابت لقياس التنافسية. في عنا مثلا على سبيل المثال تقرير التنافسية السياحة والسفر العالمي بقيس مجموعة من المؤشرات الفرعية، قديش سعة الطيران، قديش في عندك فنادق، قديش جودة الطرق، مستوى توفر الإنترنت، هل في مواقع تراثية غنية في هذه الدولة ولا لا. في مجموعة كبيرة من الأسئلة تسأل في هذا المؤشر على سبيل المثال. وفي عندنا مثلا تقرير التنمية، ففي عندنا مجموعة كبيرة من المؤشرات ومجموعة كبيرة من التقارير الدولية اللي بتقيس التنافسية، منها ما هو شامل زي تقرير التنافسية العالمي وزي تقرير
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومنها ما هو محدد في مجال معين. يعني في السياحة في عنا مؤشر، في الابتكار عنا مؤشر، في سهولة ممارسة الأعمال تبع البنك الدولي في عنا مؤشر. النقطة الثانية اللي بدي أوصلها لكم إنه كل مؤشر أو كل تقرير في له طريقة معينة في الاحتساب والقياس، وله منهجية معينة، وهذا اللي بيخلي عالم اقتصادي كبير زي كروغمان اللي حاصل على جائزة نوبل يقول لمايكل بورتر اللي هو بالسبعينات ألف كتابه عن تنافسية الأمم، يقول له هذا المفهوم شوية صعب إنك تحط له إطار نظري، أنا مش مقتنع بتنافسية الأمم، مقتنع بتنافسية الشركات، بس إنه الأمم أو الدول إنها تنافس بعضها لا، لأنه التجارة الدولية هي معادلة مش محصلتها صفر. أنت لما بتستورد مني أنت بتستفيد، وأنا لما بستورد منك أنا بستفيد، فهي مش معادلة صفرية. فهذا أحد النقاشات النظرية اللي كانت على هذا الموضوع. وفي عندنا كثير مؤشر، إذا بتلاحظوا إذا بتقرأوا كل مؤشر من هذه المؤشرات له منهجية قياس، بعضها بأخذ البيانات كما هي بيانات إحصائية، وبعضها بسأل الحكومة أو الجهة، بسألها مجموعة من الأسئلة، أعطيني البيانات الموجودة عندك، أعطيني كم من رخصة تجارية أصدرتها بهذه الفترة. ففي شيء بيانات إحصائية وفي شيء استبيانات. استبيانات كيف؟ عادة هذه الاستبيانات توزع على ناس عايشين في هذه الدول، وهذه الاستبيانات عادة موجهة لرجال الأعمال لأنهم هم الهدف الأساسي في التنافسية، لأنه الهدف من التنافسية تشجيع وتمكين القطاع الخاص. ما رح نحكي عن كل التقارير لأنه الوقت ما بسمح لنا، بس رح نركز على تقرير التنافسية العالمي ورح نحكي ليش نركز عليه. لكن بدي أشير إلى تقرير سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي. يعني أنا إذا بدي أفتح شغل في سلطنة، شو وضع السلطنة؟ هل العمل فيها سهل؟ هل فتح بزنس فيها سهل؟ قديش الوقت اللازم ليوصلوا لي الكهرباء للمنشأة التجارية تبعتي؟ فهون بيجي دور إعادة هندسة الإجراءات، هون بيجي دور الحكومة. كيف أنا ممكن أقلل الوقت اللازم حتى أوصل الكهرباء للمنشأة الصناعية أو للمنشأة التجارية، وبالتالي أحسن ترتيبي في إيش؟ في التنافسية العالمية اللي أقدر أقنع المستثمرين لما أروح أقول لهم تعالوا إحنا رقم واحد في سهولة ممارسة الأعمال، إحنا عندنا أفضل الطرق، إحنا عندنا ميزة تنافسية عن بقية الدول. إذا عندنا الميزة أو الميزة التنافسية اللي بتخلينا هذه التقارير أصبحت بتساعدك إنك أنت تجستيفاي، يعني بتساعدك إنك أنت تعرض الميزة التنافسية في الدولة تبعتك وتعرف وين تركز، وبتعرف مثلا والله أنا هون مش قادر أوفر هاي الخدمة العامة، طب ليش ما أعمل شراكة مع القطاع الخاص؟ ليش ما أعيد الهندسة؟ ليش ما أمكن التكنولوجيا؟ وبالتالي لما أفهم كل مؤشر شو الهدف منه، كل مؤشر فرعي، بقدر أحدد الوسيلة اللي لازم أتعامل معها كحكومة في تحسين هذا الترتيب التنافسي. رح أركز على مؤشر التنافسي العالمي اللي هو صادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ويمكن هذا المؤشر أو هذا الكتاب أو هذا التقرير السنوي هو التقرير الأكثر يعني شهرة. خلينا نحكي بشهر 2 كلكم بتسمعوا عن مؤتمر دافوس، صح؟ ما في تقريبا أغلب رؤساء الدول العالم وكل الشركات الكبيرة بتروح هناك، فأخذ أهميته من أهمية الملتقى السنوي كمان اللي بيصير، تعرض فيه فرص استثمارية، بيجي رؤساء دول، بيجي زي الرئيس الأمريكي يجي المرة السنة هذه، رئيس ناس من الصين، اليابان، أكثر أعتقد بالسنة هاي 46 أو 48 رئيس دولة يجوا في مكان واحد ليحكوا عن الاقتصاد والآخر ويناقشوا التقارير الموجودة. فأصبح هذا الموضوع، وسلطنة عمان كانت مشاركة فيه في أحد الجلسات، أعتقد معالي وزير الخارجية في أحد الجلسات شارك فيها، وما بيحكوا فقط اقتصاد، بيحكوا إيش؟ بيحكوا سياسة، بيحكوا عن ريادة الأعمال، بيحكوا. وبالتالي أصبح الدول لازم يكون لها حضور في هذا الملتقى ولازم يكون لها حضور في التقرير. هذا المؤشر بيقيس تقريبا تنافسية أكثر من 141 اقتصاد أو دولة، وبيعتمد على منهجية مركبة ما بين استبيانات وما بين بيانات إحصائية، وبرجع بنمذجها بحيث أنه يطلع رانكينج من الأول إلى الآخر. فكرة هذا المؤشر أنه تنافسية الدول انتقلت من الموارد المكتسبة غاز ونفط إلى الموارد أو الموارد الموهوبة عفواً إلى الموارد إيش؟ المكتسبة.
واضحة هذه النقطة؟ يعني في السابق الدولة كان لها تنافسية، إذا والله موقعها الجغرافي ممتاز، عندها غاز، عندها نفط، عندها نحاس، عندها إلى آخرين، هذه موارد إيش؟ ربنا وهبها لهذه الدولة. الشفت اللي صار في فكرة التنافسية وفي هذا التقرير أنك أنت تستطيع أن تحقق تنافسية اللي أنت تسعى إلى اكتسابها، وبالتالي أنت مش شرط أنك تكون دولة عندك موارد عشان تكون دولة إيش؟ أو اقتصاد قوي. اليابان ما عندهم موارد صح؟ كوريا الجنوبية ما عندهم موارد، سنغافورة بتلفها بساعتين كلها من شمالها إلى جنوبها، عندهم مشكلة. أنا زرتهم، قعدت عندهم 15 يوم كبنش مارك بأحد قبل تقريبا 11 سنة، شفت إشي عجيب. حتى السياسات الاجتماعية فيها ابتكار، حتى العلم فيه ابتكار، حتى التنوع العرقي تم مراعاته في كل سياسة حكومية. في سياسات الإسكان ممنوع مجموعة عرقية تسكن كلياتها في السكن الحكومي في مكان واحد، لازم تكون كل الأعراق موجودة عشان يصير في إيش دائما وأبدا إيش؟ تجانس. يعني الحكومة بتوفر لأكثر من 85% من المواطنين هناك سكن، تمام؟ والسكن عمودي، وهذا السكن العمودي بده شو نسب الأعراق اللي موجودة بدها تتمثل في هذا السكن، لأن بهمني أحقق استقرار أسري وبهمني أحقق استقرار سكني عشان أنا أكون مجتمع متجانس. وهذه مية ما عندهم، مساحتهم صغيرة، مع هيك مساعة صغيرة هم أعتقد رابع أنشط ميناء بالعالم. وبالتالي هذول الدول الثلاثة ما عندهم موارد موهوبة، لكن استطاعوا من خلال سياسات معينة يكونوا إيش؟ تنافسيين. رح نحكي عن بعض الأمثلة في هذا المجال. فمؤشر التنافسية العالمي انتقل من مرحلة، أو بركز على مرحلة الاقتصاد القائم على الابتكار، الاقتصاد القائم على المعرفة، وبالتالي بيصنف الاقتصاديات في العالم إلى ثلاث مراحل. أفضل مرحلة فيها هو الاقتصاد التنافسي القائم على الابتكار والمعرفة. في الإصدار الجديد دخلوا الثورة الصناعية الرابعة، وبعتقد في أحد الزملاء رح يحكي عن هذا الموضوع، عن الثورة الصناعية الرابعة. دخلوا الثورة الصناعية الرابعة وتمكين الثورة الصناعية الرابعة كأحد متطلبات تحقيق التنافسية في الأعوام القادمة إن شاء الله. هذا المؤشر زي ما حكينا بيضم 12 محور، وتقريبا بدخل تحت كل محور 103 مؤشر، ويعتمد 70% من وزن أو من المؤشرات بيعتمد على بيانات إحصائية. شو البنك المركزي العماني بيطلع معلومات، شو الجهاز الإحصائي اللي موجود في السلطنة بيطلع معلومات، بيأخذ معلومات، و30% بتعتمد على الاستبيانات. هذه من المحاور الـ12 اللي بيدخل تحتيها مؤشرات فرعية، بعضها إحصائي وبعضها يأخذ من الاستبيانات. وهذا هو الهيكل، المتطلبات الأساسية. يعني هذا زي كأنه إيش؟ الشرط الأساس. إذا بنأخذ اليمين، هذا هو أساس الاقتصاد، أن يكون عندي مؤسسات وبنية تحتية واقتصاد كلي وصحة وتعليم أساسي. صحة وتعليم أساسي لسه بحكي. فالدول اللي بتيجي في هذا الموجود هي لسه دول ما زالت بتحقق الاقتصاد أو المتطلبات الأساسية. كل ما بتمشي لقدام كل ما بيكون اقتصادك تنافسي أكثر. طبعا كله يقاس، لكن أنت ما بتقدر توصل للمرحلة اللي بعدها إلا لما تكون قطعت شوط في المؤسسات وفي البنية التحتية وفي الاقتصاد الكلي وإلى آخره. منلاحظ في البند الأخير اللي إحنا منركز عليه الآن، اللي هو تطور الأعمال والابتكار والاختراع. عشان هيك الدول التنافسية عالية بتكون في هذا المحور في عندها نقاط قوة كثيرة. هذه في 2019 ترتيب الدول، سنغافورة في المركز الأول، بعدين الولايات المتحدة، هولندا، سويسرا، اليابان، ألمانيا إلى آخره. على المستوى الإقليمي في عنا دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ25 عالمياً، قطر في المرتبة الثانية 29 عالمياً، الثالثة المملكة العربية السعودية، الرابعة البحرين، الخامسة الكويت، السلطنة عمان في المرتبة السادسة عالمياً و53 عالمياً، الأردن في المرتبة السابعة عربياً والمرتبة 70 عالمياً من أصل 101 وأكثر من 141 دولة. نحكي أمثلة. في الإمارات في تقدم عندهم بمرتبتين مقارنة في عام 2018.
طبعا يعني أحد أهم نقاط القوة الموجودة عندهم، سجلت الدولة ضمن العشر الأوائل في 34 مؤشر من أصل 121 تقريبا، وفي المركز الأول في 4 مؤشرات عالميا: اشتراكات الهاتف المتحرك للإنترنت، قلة التضخم، وديناميكية الدين العام، وقلة فجوة الائتمان. هذول جابر فيهم رقم واحد، وهذه نتائجهم في المحاور الثانية overall على مستوى كل محور موجود عندنا. رح نرجع نحكي عن عمان، بس خلينا نحكي عن المركز الأول سنغافورة. سنغافورة هذه أهم الإنجازات اللي ممكن نشتغل عليها ونحكي عنها. موضوع الصحة رقم واحد بسوق العمل، في البنية التحتية بالرغم من قصر أو صغر حجمهم. إذا بنشوف مثلا على سبيل المثال، سنغافورة صار عندها ميزة تنافسية تفوق مين؟ سويسرا في النظام المصرفي. شوف هيك أنت قاعد بتنافس دولة، طب لما حققت هذه التنافسية في هذا المجال انتقلت بعض الأعمال من سويسرا لوين؟ سنغافورة. وبالتالي هذه هي فكرة التنافسية، كيف أنت كحكومة يعني توسع رؤيتك لمدى أكبر، لمدى أبعد. طموحك عالمي الآن، مش فقط زي الخطط القديمة أنا بدي أشتغل على تقديم الخدمات الأساسية. أنا إذا بدي أستمر وأنجح في توفير فرص العمل لازم يكون في عندي نظرة شمولية أكبر، وبالتالي نجحوا. تخيل هذه حجم فرص العمل اللي تم توليدها، قديش في عملة صعبة دخلت من وراء تعزيز ومتانة القطاع المصرفي في سنغافورة اللي بلش ينافس في هاي. في شركات تكنولوجيا حيوية على سبيل المثال نقلت مصانعها إلى سنغافورة، لأنه القطاع الصحي أصلاً أصبح متطور عندهم. وبالتالي أنا بهمني عشان كشركة في المجال الصحي بهمني برضو أشوف مستشفيات متطورة، ماشي. لكن لاحظوا رقم 4 السياحة، رقم 3 قاعد بحكي لكم عن دولة ما إلها الإرث الثقافي الكبير التاريخي، لكن قدرت تعمل منتجات إيش سياحية تجذب الناس ومساحة صغيرة وغالية على فكرة. سنغافورة بتركز على السياحة إيش طبية، عندي مستشفيات ممتازة رقم 1 في السياحة، عندي من أحسن الشركات السياحية، الناس بتروح تتعالج عندهم بالأمراض الخطيرة باي ذا وي، هم كوريا الجنوبية. وسياحة الطهي، تخيلوا الطبيخ صار له إيش سياحة. بالتالي أنت بدك تشوف الناس شو بدها، بدك تشوف أنت سوقك عالمي اللي ممكن أنهم يستفيدوا من السياحة عندك، فقاعدين بيركزوا وين أنا ممكن أنافس، وين ممكن يكون في عندي ميزة تنافسية. أنا مش ممكن أنافس في شغلات كثيرة لأنه مساحتي صغيرة، لكن ممكن أنافس في الأشياء اللي ممكن أبتكر فيها، هنا الابتكار. طبعا الميناء تبعهم من أكثر الموانئ ازدحاما 40%، وهم وين جايين؟ بجنوب وين؟ وإحنا وين؟ في المنتصف، إحنا بنربط العالم مباخر الدنيا فعليا. اشتغلت برضو سنغافورة على تطوير علاقاتها التجارية، تعتبر شريك رئيسي للولايات المتحدة، ناتجهم المحلي 24 على مستوى العالم، الفساد والجريمة هي الأقل على مستوى العالم، تطبيق القوانين. بتذكر أول ما وصلت قال لي اللي استقبلني من هناك، قال لي دير بالك والعلكة مشان الله لا تعلك، لبان كل شو هاي عليها ما بنقدر نطلعك من هاي، عندهم مشكلة مع هذا الموضوع. مثلا القانون بتطبق على الكل، وبالتالي سيادة القانون نسبتها عالية، وهذا اللي خلاها بيئة ملائمة. إصدار الرخصة التجارية فوري باي ذا وي، يعني بدك تفتح شغل فوري، يعني بدك تفتح، وأنا جربت لأني فتحت شركات والآخري في بعض الدول، بده يطلع يفتش ويشوف والآخري هي ولازم مليون شرط وبتزهق حالك يعني. طيب بسنغافورة برضو في عندهم يمكن بعض الأمور. عمان عندنا في المرتبة السادسة عربيا و53 عالميا. المؤشرات الرائعة والممتازة في السلطنة، الأولى عالميا من حيث انعدام الإرهاب والله الحمد، السادسة عالميا من حيث الأمن والأمان، وإلى آخره، 20 عالميا في الحفاظ على الحقوق الملكية وغيرها من المؤشرات، 15 عالميا في الاستقرار السياسي،
وغيره من هذه الأمور، بس عشان الوقت. شو دور الحكومات الآن في تعزيز التنافسية؟ الانفتاح، التعاون الاقتصادي، الانفتاح مع المحافظة على خصوصية طبعا الدولة، النظم الضريبية، الضريب الآن يعني من السياسات العامة اللي لازم ينشغل عليها بشكل كويس. كثير دول قاعدة بتوفر تسهيلات ضريبية، وهذا اللي بيخلي القطاع الخاص يجي عندك، أوكي؟ فبالتالي أنت كل ما بتزيد ضريبة أكيد هذا راح يشكل عندك مشكلة. زيادة الحوافز، يعني شركة بتيجي بدها عندها أفكار جديدة، أعطيها كل التسهيلات، اعمل حاضنات للابتكار، هذه كلها من اللي بتساعد الدول على تعزيز تنافسيتها، وغيره مثلا من دعم الاستثمار. شو ممكن تعمل الحكومات؟ يجب أن تمكن القيادات مثلكم، وأنتم قيادات في المجال الحكومي، في فهم ومتابعة المؤشرات الدولية والتنافسية، وهذا دور مهم. وأكيد في جهة في السلطنة بتتابع هذه المؤشرات، سواء ضمن مركز الإحصاء أو جهة الإحصاء أو إلى آخره، فلازم نفهم هاي المؤشرات، لازم نحدد مجموعة التقارير اللي بدنا نشتغل عليها. وأكيد ضمن رؤية عمان يبدو أنه هذا الشغل تم، تحديد منسقين ومسؤولين عن كل جهة، يعني سهولة ممارسة الأعمال بتشتغل فيه الكهرباء، بتشتغل فيه البلدية، بتشتغل فيه إلى آخره. هذا المؤشر عشان يتحقق لازم يكون في عندي فريق عمل على مستوى كل الجهات الحكومية، وكل واحد يعرف الجزئية اللي خاصة فيه حتى يحقق المؤشر. ولازم يكون فينا دائما أيضاً رود ماب، زي ما السلطنة حددت أنها تكون من أحسن 20 دولة في كثير من المؤشرات. شو ممكن نعمل؟ يمكن هذه بالورشة مع الدكتور بيتم التطرق لها بشكل أكبر. أهم شيء في عندنا ثلاث مراحل أساسية، لازم نفهم المؤشر التنافسي، لازم نفهم وين الجاب الموجودة عندنا، مين هم المسؤولين، وندمج التحسينات اللي بدها تنعمل على المؤشر التنافسي ضمن الخطط الاستراتيجية للجهات، وهذا دوره كثير مهم. يعني ما بدنا يصير في عندنا فريق عشان يشتغل على التنافسية وفريق اللي بيشتغل شغله العادي، هذا الفصل بيؤدي إلى تشتيت الموارد وعدم الوصول إلى تحقيق الهدف. عشان الوقت، وهذا مؤشر الابتكار العالمي، يمكن مبارح برضو ملهوش نصيب شكله اليوم، بس يعني صار عندنا قياسه مهم، وبتكون من المؤسسات ورأس المال والبنية التحتية وتطور الأعمال والآخرية، وهذا بنقاس بشكل دوري، وهذا حكينا عنه استراليا أمس. بشكركم شكرا جزيلا، واسف يعني هو الموضوع زخم شوي، بس حاولنا انه نغطي اغلب الامور اللي فيه، واذا في اسئله ان شاء الله لاحقا في الجلسه. يعطيكم العافيه وشكرا.